عندك موبايل النوع الطويل ده ما تقعد تتعديها كلها هي وتضحك مع الناس. الناس الشغالين ضلال. انت انشر الحد يا اخي، انت القاجر داك ما بيلقى، داك بيلقى ذنوب. صليت انت موبايلك وصفحتك في الفيسبوك وعمل لك جروب في الواتساب لمت صحبانك كلهم، واي واحد بيعرف اولادها لك. السما دي بلوى الله ابتلانا بيها، نحن ما دارينها في الاول ابتداء ما دارينها، لكن دي بلوى الله ابتلى بها المجتمع. اي زول في الشعب السوداني ده بلغ من 15 سنه ولفوق شايل موبايل زي ده، فانت ما بتلقاهم برا. الناس زمان يقول لك تربيت الشوارع، بس ما في ناس قاعدين في الشوارع، بس مركب شحن وقاعد جنب الوصله. ده انت ما بتلين في الشارع ولا في الجامع، ده انت الوصله تلحق بالوصله دي، بس شفت بالوصله تلحق تشتغل انت تنشر الخير. لقيت ناس طوالي خش لهم في نقاش في جروب في المولد، طوالي خش معاهم المولد لا يجوز، داك دخل قال لك بيجوز، طوالي يكون عندك طرقه طويله جاهزه تشيله وترفع عليه. جاب لك بعدين مناظره الشيخ الالباني ترفع عليه، طوالي تدور غلاط معاهم. الجروب فيه 230، لو اقتنعوا ثلاثه انت ربحان. السنه دي ثلاثه، السنه الجايه بتدخل ثلاثه جداد، وهكذا. الداعيه السلفي مما يميزه انه يواكب في وسائل الدعوه، وصل منهج ده ثابت ما فيه تغيير، منهجه ذاته، لكن انت تواكب في وسائل الدعوه. الناس اتخذوا وسيله الى الاضلال، انت اذا وسعت انه الوسيله دي تستخدم للخير وباسلوب طيب تستخدمها وانت تنشر لهم الخير، لكن ما تقعد رافع لك ورده من الصباح ولا واحد اكل له عصيده ورفع العصيده وقاعد بيعاين فيها. يا ذا العصيده دي احنا ما نستفيد منها حاجه. بعد ما تاكل احمد ربك وقوش خشمك، قول كلمه خير، علم الناس، ارشدهم، زيل الشبهات، وهكذا الناس تحرص اخوانها وتشتغل وتخلص النيه وتجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ابل الجاهليه، ابل عظيمه، قال لك خير ليك؟ الله يهدي بك زول واحد بس. والحمد لله ست، لو نظرت للان الناس اللي حواليك والناس اللي بتشوفهم وربنا هداهم ونور بصيرتهم، ديل كثير منهم يوم من الايام كانوا شايفين جاي، هسه بيقوا بياي وشايفين غادي. فانت اشتغل بنفس النظام ده، امشي جيب لك واحد ثاني خليهم يشوتوا كده. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهدي الانسان، بس انت اسعى، ربنا داري منك السعي والهدايه عنده. السعي، قدم كلمه خير واحده بس قدمتها، والله ربنا يجعل بها بركه كثيره وخير كثير.